اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسونز 13 و14 اللي بعنوان ال 10000 and ال 100000. الدرس بتاع النهارده يا اولاد درس سهل وجميل، وهتلاقوه زي الدرس اللي فات بالظبط. لو انتوا فهمتوا الدرس اللي فات هتلاقوا الدرس ده سهل قوي، ولو انتوا ما فهمتوش الدرس اللي فات تحاولوا تركزوا معايا في الليسون ده عشان الدرسين دول مهمين جدا. نبدأ مع بعضنا الليسون بليرنينج بوينت. عايزين نتعرف على ال 5 ديجيت اند 6 ديجيت نمبرز. احنا عرفنا من الليسون اللي فات ان النمبر عندي زي اللي انتم شايفينه ده بيتكون من مجموعه ديجيتس، كل ديجيت قاعد في بليس. الليسون اللي فات احنا خدنا البليس اللي اسمه thousands. الليسون ده هنزود 2 بليسز، بليس اسمه ال 10000 وبليس جنبه هيبقى ال 100000. لو احنا زودنا بليس اسمه ال 10000 يبقى انا عندي النمبر متكون من كام ديجيتس؟ متكون من 5 ديجيتس. يلا نراجع اسماء البليسز. البليس اللي في الاول ده على الموست رايت بنسميه ايه؟ بنسميه الوانز، يعني الديجيت اللي هيتحط فيه الفاليو بتاعته هتبقى بالوانز، يعني ال 7 دي الفاليو بتاعتها ايه؟ ال 7. البليس اللي بعده اسمه التنس، التنس ده موجود فيها مين؟ موجود فيها ال 6، يبقى الفاليو بتاعتها ايه؟ 60، اللي هي 6 تنز. طيب البليس اللي بعديه ده اسمه ايه؟ البليس ده اسمه هاندردز. طيب لما نيجي نحط فيه حاجه نكاونت الحاجه دي بالايه؟ بال 100، يعني ال 1 ده عندي هنا الفاليو بتاعته 100. طيب نيجي للبيريود اللي بعد كده، كلمه بيريود يعني 3 بليسز جنب بعض، يعني ال 3 بليسز دول بنسميهم البيريود بتاعت اليونتس، او الفتره او الجروب او المجموعه بتاعت اليونتس. طيب والجروب ديت او البيريود دي او الفتره دي اسمها ايه؟ اللي هم ال 3 ديجيتس دول، دول بنسميهم الثاوزندز. اول بليس دايما بيبقى اسمه زي اسم البيريود، يعني ده ثاوزند، يعني اي حاجه تتحط فيه تبقى الفاليو بتاعتها بالثاوزندز. يبقى ال 3 دي الفاليو بتاعتها ايه؟ 3000. طب ال 5 دي موجوده في البليس الجديد اللي احنا عملناه اللي اسمه ايه؟ 10000. يبقى اي ديجيت هيتحط في البليس ده الفاليو بتاعته هتبقى بال 10000، يعني ال 5 تبقى 50000 اللي هي 5 10000. طيب النمبر ده احنا قلنا ان في عندي ليه اكتر من صوره. مين هم الصور بتوعنا اللي لازم نعرفها؟ لازم نعرف ان اي نمبر في الدنيا ليه 3 فورمز. اول حاجه الستاندرد فورم والاكسباندد فورم والورد فورم. ايه الستاندرد فورم؟ اللي احنا كلنا عارفينها، اللي احنا بنكتبها عادي خالص. طب مين هي الاكسباندد؟ الاكسباندد اللي هي الصوره اللي بتتفك وبنكتب فيها كل ديجيت بالفاليو بتاعته. طيب الورد فورم دي الصوره اللي بكتب بيها النمبر بالايه؟ بالوردز. يعني النمبر ده اقول عليه ايه؟ 53167، عباره عن 50000 بلس 3000 بلس 100 بلس 60 بلس 7. تعالوا مع بعضنا يا اولاد نشوف ال 6 ديجيت نمبرز. 6 ديجيت يبقى انا لازم افتح بليس جديد. البليسز لما باجي ازودها بزودها على الليفت. طيب البليس الجديد ده اسمه ايه؟ اسمه 100000، والديجيت اللي يتحط فيه ياخد فاليو بال 100000. يعني ال 2 دي في البليس ده الفاليو بتاعتها كام؟ 200000. وناخد بالنا بنحط كوما بين اول 3 ديجيتس وال 3 ديجيتس اللي ايه؟ اللي بعديهم. البيريود دي او المجموعه دي بنسميها اليونتس، والمجموعه دي بنسميها الثاوزندز. اول بليس في المجموعه بيبقى اسمه على اسم المجموعه، يعني البليس ده بنسميه البليس بتاع اليونتس او البليس بتاع الوانز، والمجموعه دي بنسميها مجموعه الوانز او مجموعه اليونتس. طيب ال 3 بليسز دول دول بتوع الثاوزندز، يبقى اول بليس على الرايت اسمه ايه؟ اسمه الثاوزندز. حاجات سهله وجميله وزي الدرس اللي فات بالظبط. يلا مع بعضينا نحل البراكتس ده. بيقول لنا رايت ان ستاندرد فور. طب هو مدهاني باني صوره؟ دي اسمها الاكسباندد فور. طيب فين اليونتس هنا او فين الوانز؟ ال 5 تتحط على الموست رايت. احط ال 5 هنا كده في البليس اللي اسمه ايه؟ وانز. طب ال 10 دي يعني ايه؟ يعني 1 في البليس اللي هو ايه؟
اللي اسمه تنس. طيب ال 400 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 في البليس اللي اسمه ايه؟ هندردز. وبعد كده بنعمل ايه؟ بنحط كومه. ليه؟ لان انا كده خلصت اول 3 ديجيتس، دول بتوع الوانز او بتوع الجروب او الفتره او المجموعه اللي اسمها اليونتس. طيب البليس ده اسمه ايه؟ اسمه الثاوزندز. فين هنا الفاليو اللي بالثاوزندز؟ ال 9000. يبقى انا عندي نحط هنا ايه؟ نحط 9. مين يبقى معايا؟ ال 30. ال 30000 يعني ايه؟ يعني 3 في البليس اللي اسمه 10000. طبعا حاجات سهله جدا. نيجي هنا برضو عندي هنا هيبقى 1، حل بسرعه بقى. هنا يبقى 7 كده، يبقى ايه؟ يبقى 3. وبعد كده نحط هنا ال 6 ونحط عندي هنا ال 5 ونحط هنا الايه؟ ونحط هنا ال 7. نيجي نشوف دي، انا عندي هنا 2 ones 90 يعني 9 في البليس اللي اسمه tens. بعد كده هل في عندي hundreds هنا؟ مفيش. يبقى معنى كده البليس نعمل ايه؟ نسيبه فاضي ولا نعمل ايه؟ نحط فيه زيرو. تمام. وبعد كده نعمل ايه؟ نعمل كومه. يبقى انا كده هكتب البريود الايه؟ البريود الثانيه اللي اسمها thousands، تبدا ببليس اسمه thousands. هل عندي هنا اي فاليو بالthousand؟ اه عندي 8000. ال 8000 يعني ايه؟ يعني نحط 8 في البليس اللي اسمه thousands. جميل. نيجي نشوف بعد كده البليس ده اللي هو ال 10000، في عندي هنا اي فاليو بال 10000؟ ايوه، في عندي اهي 60000 يعني 6 10000. يبقى نحط ايه؟ نحط 6 في البليس ده. نيجي اللي بعديها، ادي ال 8 ادي ال 2 وكده نكتب 9 حط كومه. هل عندي 1000؟ ما عنديش 1000 يبقى احط 0. هل عندي 10000؟ ما عنديش 10000 يبقى احط 0. في عندي 100000؟ اه في عندي، اللي هم مين؟ اللي هم ال 3 اهي، في 300000 يبقى احط 3 في البليس اللي اسمه 100000. طيب نيجي هنا، المجموعه دي كاتبها لي كلها باليونتس 564، يبقى نكتب كده 500 68 64، نحط الكومه. يلا هنكتب بقى البليسز اللي فيها الايه؟ اللي فيها الثاوزند. هل عندي حاجه بالثاوزند؟ عندي هنا بص 10000 على طول، 10000 يبقى نكتبها هنا كده على طول 10. طيب وعندي هنا 200000 يعني 2 في البليس اللي اسمه 100000. نيجي نشوف هنا ادي 1 وبعد كده عندي 40 يعني 4، وهنا نحط الايه؟ ال 2. يبقى انا جمعت كده الايه؟ ال 3 نمبرز دول 241. طيب عندي هنا 2000 ادي ال 2 هنا، ما عنديش ايه؟ ما عنديش 10000 لكن عندي 100000، يبقى احط الايه؟ احط ال 1. طب اسيب ده كده ولا نحط 0؟ نحط 0. يلا هنا ادي ال 3 9 اند ايه؟ اند 5. في عندي 1000؟ مفيش، يبقى نحط ايه؟ نحط 0. وال 70 دي يعني ايه؟ يعني 7 في البليس اللي اسمه 10000. نيجي هنا يلا عندي 5 وبعد كده عندي 500. طب والبليس اللي اسمه 10 نحط فيه 0، يبقى دي كلها كده 505 ونعمل كومه. في عندنا 1000؟ مفيش، نحط 0. في عندنا 10000؟ مفيش، نحط 0. في عندنا 100000؟ اه فين اللي هو ده؟ عندي 500000، يبقى نحط 5 في البليس اللي اسمه 100000. يجي لي الجزئيه اللي بعد كده، يقول لي رايت ان اكسباندد فورم. زي ما عملنا فوق وجمعناهم، هنا هنعمل ايه؟ هنفك بقى الايه؟ الصوره دي. لما نيجي نفكها نفكها من الموست ليفت. انا عندي ال 9 دي يعني ايه؟ ال 9 دي قاعده في البليس اللي اسمه 10000، يبقى هتاخد فاليو بال 10، يبقى 90000، يبقى 90000. او ممكن نعمل ايه؟ نحط كل اللي جنبها زيروز، يعني ال 5 دي اكتب 5 وحط كل اللي جنبها زيروز، وال 6 اكتب 6 وحط اللي جنبها زيروز، وال 8 اكتب 8 وحط جنبها زيرو، ويبقى عندي الايه؟ ال 3. يبقى هنا هنعمل ايه؟ ادي ال 5، ال 5 دي ب 500000، كتبت 5 وحطينا كل اللي على الرايت ايه؟ زيروز. طب ال 4 اكتب ال 4 جنبيها كام زيرو؟ 1 2 3 اند 4، يبقى 1 2 3 اند 4، نحط الكومه.
بعد 3 ايه؟ بعد 3 ديجيتس دول. بعد كده عندي 3000، بعد كده عندي 800، زين 70، وبعد كده الايه؟ ال6. هنا 20000. ليه 20000؟ عشان عندي 2 في البليس اللي اسمه 10000. هنا البليس ده اسمه الثاوزندز، يبقى اللي يتحط فيه ياخد فاليو بالثاوزند 7000. هنا 400، وبعد كده نكتب 60، وبعد كده اند الايه؟ اند ال1. نيجي هنا ال 7 دي في البليس اللي اسمه 100000، يبقى الفاليو بتاعتها 700000. طيب بالنسبه للزيرو، الزيرو الفاليو بتاعته زيرو، يعني مش هنكتب زيرو، ما يتكتبش. طيب بعد كده ال 9، ال 9 دي موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ البليس اللي اسمه 1000، يبقى 9000. عندي ال 4 400، 330، وال 6 بال 1، يبقى ايه؟ زي ما هي. طيب نيجي هنا ال 4 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 40000. ال 8 1000، 9900. واتفقنا ان الزيرو الفاليو بتاعته زيرو، يبقى البليس ده نكتب فيه الايه؟ ال 9. يلا هنا ال 2 دي موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ 100000. الفاليو بتاعتها اكتبها ازاي؟ كل الديجيتس اللي جنبها نحطها زيروز، ادي 1 2 3 4 5، يبقى اكتب ال 2 وجنبيها 5 زيروز. بعد كده ناخد ال 3 جنبيها كام؟ 4 زيروز. الزيرو والزيرو الفاليوز بتاعتهم زيرو، يبقى قدامي ال 4 وال 5. ال 4 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 40، وال 5 5. هنا يلا دي تبقى ايه؟ تبقى 70000. الزيرو مش هكتبه عشان الفاليو بتاعته زيرو. طب ال 1 ده موجود فين؟ في ال 100s place، يبقى الفاليو بتاعته 100، وبعد كده 10 زين ال 6. نيجي اللي بعديها 36001. ال 3 دي الفاليو بتاعتها ايه؟ حط كل اللي جنبهم دول زيروز، يبقى عندي كام زيرو؟ 1 2 3 4. يبقى ال 3 دي في البليس ده الفاليو بتاعتها ايه؟ 3 وجنبيها 4 زيروز، ونحط كوما بعد اول 3 ديجيتس على الايه؟ على الرايت. ال 6 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 6000. وال 1 يتكتب ايه؟ يتكتب 1. طب يلا ال 4 دي 400000. الزيرو ده والزيرو ده والزيرو ده كلهم بزيروز. طب ال 4 دي بكام؟ ال 4 دي ب 40، يعني هي في البليس اللي اسمه 10. وبعد كده الزيرو طبعا مش هنكتبه عشان ايه؟ عشان برضه زيرو. يلا مع بعضينا يا اولاد نشوف انذر اكسرسايز. بيقول لي رايت ذا ميسنج نمبرز. الاكسرسايز ده اسهل من الاكسرسايز اللي قبله. ليه؟ هو هنا جايبها لي بالستاندرد فورم وعايز نكتبها بالاكسباندد فورم. طب نشوف الميسنج. انا عندي ال 3 موجوده، ال 8 اهي 80، هنا 5600 اللي هي دي، ادي ال 5000 وجنبيها ال 6 ايه؟ ال 600. يبقى ايه اللي بقى عندي؟ الفاليو بتاعت ال 9. ال 9 في اني بليس؟ موجوده في البليس اللي اسمه 10000. طب الفاليو بتاعتها اكتبها ازاي؟ نحط كل الديجيتس دي زيرو. هما كام ديجيت؟ 1 2 3 اند 4. يبقى نحط ال 9 1 2 3 اند 4 زيروز. وانا بكتب عملت فرق بسيط ما بين الزيرو ده والزيرو ده عشان احط فيه الايه؟ احط فيه الكوما. يلا نشوف هنا ال 97 موجوده اهي، وال 400 موجوده، يبقى الجزء ده كده كله عباره عن ال 498 97. طب يلا ال 3 دي مكتوبه فين؟ اهي دي اللي هي 30000. يبقى يبقى معايا ال 1 اكتب الفاليو بتاعته، وال 5 اكتب الفاليو بتاعتها. ال 1 في البليس اللي اسمه thousands، يبقى الفاليو بتاعته از ايه؟ 1000. وبالنسبه لل 5 في البليس اللي اسمه ايه؟ في البليس اللي اسمه 100000، يبقى الفاليو بتاعتها 500000. وزي ما قلت لكم يا اولاد، دايما البليس ده والبليس ده اسمه تنس وثاوزن، ده تنس وثاوزن، بس دي البريود الاولانيه ودي البريود اللي اسمها الايه؟ الثاوزن. البليسز دي بنديها اسم على اسم البريود، يبقى البليس ده 10000 وده 100000. نيجي اللي بعد كده، نيجي نشوف الفاليوز. ال 65 اهي، ال 400 اهي،
مديني هنا ايه 70,000، مين اللي بقى ال 8 دي؟ يبقى كده 8,000 هنا. يلا عندي ال 2 موجوده وال 90 موجوده، يبقى ال 92. طب الزيرو مش هكتب الفاليو بتاعته، مش هيكون موجود معايا هنا. طيب ال 3 الفاليو بتاعتها 3,000. طب ال 4 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 40,000. نيجي نشوف هنا 340 دي انهي؟ دول الاثنين دول مع بعض، ال 3 وال 4 دول مع بعض الفاليو بتاعتهم 340. طب وال 1 ده نكتبه فين؟ نكتبه هنا. طيب ال 70,000 دي موجوده فين؟ اهي ال 7 دي لوحدها بتديني الفاليو دي كلها. طيب ال 6 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 600,000. يلا اللي بعد كده 7 اهي، ال 3 30، ال 6 600، ال 2 2000، ال 0 ما بنكتبوش في الاكسباندد فورم. طب وال 1 100,000. نيجي اللي بعد كده يقول لي ايه بقى؟ رايت ذا فولوينج ان ستاندرد فورم. طب الفورم دي اسمها ايه؟ اسمها الورد فورم، يعني هننطقها ونكتبها. اول حاجه 31,000، اولا لازم اعرف ان انا عندي فيه هنا جروب اسمه ال 1000 وجروب اسمه الايه؟ اليونتس. هنا بيقول لي 31,000، يعني هكتب 31 في البيريود اللي اسمها 1000، يعني يجي هنا ادي 31. وبعد كده بيقول لي 574، ادي 574. نيجي هنا 278,000، يبقى انا عندي في بيريود هنا اسمها 1000 وبيريود اسمها اليونتس او الوانز. يلا نكتب هنا، بيقول لي ايه 278، يبقى اكتب هنا 278. هنا اللي بعديها 621، يبقى 621. يبقى انا بقسم الورد فور الجزء بتاع ال 1000 ده اكتبه في ال 1000 والجزء بتاع اليونتس تكتبه في اليونتس. نيجي نشوف هنا 690,305، نعمل كده ادي الكوما. فين الجزء بتاع ال 1000؟ اهو 690، يبقى 690. وهنا 305 or 305، يبقى هنا 300 and a and 5. يلا اللي بعديها مين الجزء بتاع ال 1000؟ 14,000، يبقى اكتب هنا 14. وبعد كده 840، يبقى نكتب ادي 800 وجنبيها ال 40. يلا اللي بعديها 308,000، ادي 308. 10، يبقى نكتب هنا 10. ال 10 نكتبه ازاي؟ اكتب ال 10 كده واسيب ده فاضي ولا احط زيرو؟ لا نحط زيرو. يلا اللي بعديها بيقول لي سيركل ذا كوركت ديجيت ان ذا نمبر اكوردنج تو اتس بليس، يعني هشوف البليس اللي هو بيقوله لي واعمل سيركل على البليس، على الديجيت اللي موجود في البليس. 10,000، فين ال 10,000؟ طالما قال لي 1000 يبقى اروح على البيريود بتاعت ال 1000. طب البليس اللي اسمه ال 10 اهو، ده ال 10 اللي فيه هو ده، يبقى نعمل سيركل على الايه؟ على ال 6. هنا 100,000، فين البليس بتاعها؟ اهو ده ال 100 في الجروب اللي اسمه ايه؟ ال 1000. هنا 100,000 برضه هو ده على طول، ده اسمه 10 وده على طول اسمه ايه؟ 1000. نيجي هنا ال hundreds، هل قال لي 1000 ولا قال لي hundreds بس؟ قال لي hundreds بس، يبقى انا بتكلم في الايه؟ في البريود دي او المجموعه دي. المجموعه دي مين فيها البليس اللي اسمه hundreds؟ اللي هو ده. يلا هنا thousands، احنا اتفقنا ان البيريود اول بليس فيها على اسم البيريود، يعني البيريود دي اسمها الايه؟ كلها اسمها الساوزنز، يبقى اول بليس فيها هو الايه؟ هو الساوزنز. طيب التنس اهو سهل قوي طبعا. فين الوانز؟ ده اول ديجيت عندي خالص على الرايت، يبقى هو ده اللي قاعد فين؟ قاعد في الوانز. 10,000 هو ده.
تعالوا مع بعضينا يا حبايبي نشوف another exercise. بيقول لي circle the value of the red digit. قلنا ان كلمه value يعني هتشوف digit وجنبيه zeros. طيب ال 3 دي موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ البليس اللي اسمه thousands. يبقى الفاليو بتاعتها ايه؟ يا اما تقول 3000 وتختارها، يا اما نخلي الديجيتس اللي جنبها بزيروز تبان لك على طول الفاليو بتاعتها، يبقى دي ايه؟ 3000. يلا هنا ال8 دي موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ 10000، يبقى الفاليو بتاعتها 80000 اهي. وال5 50، ال2 في البليس اللي اسمه ايه؟ 200، حط 0 و0 تبان لك على طول، تبقى هي دي. اللي بعد كده ال5 دي 500000، ال9 90، ال1 دي ثاني بليس في البليس اللي اسمه 1000 تبقى 1000، الزيرو في اي بليس الزيرو يفضل زي ما هو. طيب نيجي بقى لاهم دايما اكسرسايز في الليسون اللي بنكتب فيه الحالتين، نكتب فيه البليس فاليو وبنكتب فيه الفاليو. انت هنا شايف كلمة ايه؟ بليس، يبقى نكتب اسم البليس. يلا هنا عندي ال6 في اني بليس؟ البليس اللي اسمه ايه؟ البليس اللي اسمه 10000. طيب الفاليو بتاعتها بقى نحط ال6 ونحط كل اللي جنبها زيروز تبقى 60000. نيجي هنا ال8 دي موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ 10000 بار، يبقى هنا 10. طيب الفاليو بتاعتها نحط ال8 ونحط جنبها ايه؟ كله زيروز. نيجي هنا ال7 دي موجوده في اني بليس؟ البليس اللي اسمه ايه؟ 100. طيب والفاليو نحط ال7 وجنبيها كله زيروز، يبقى جنبيها كام زيرو؟ 1 2 3 4 اند 5. هنا ال1 ده في اني بليس؟ برضه ال 100000. طيب الفاليو بتاعت ال1 ده كام؟ 100000. اهم حاجه عندي في الليسون تبقى عارف لما يسالني على البليس فاليو اكتب الاسم بتاع البليس، لما يسالني على الفاليو بس لوحدها من غير كلمه بليس انا بكتب نمبر. طيب نيجي هنا ال3 دي في اني بليس؟ البليس اللي احنا متعودين عليه اللي اسمه الايه؟ الهندردز. الفاليو بتاعتها 300. طيب ال4 دي في اني بليس؟ 10000. طيب الفاليو بتاعتها 40000. طيب نيجي نشوف هنا الزيرو ده في انهي بليس؟ البليس اللي اسمه ايه؟ البليس اللي اسمه thousands. وزي ما اتفقنا اول بليس اسمه بيبقى اسم المجموعه بتاعته. طب الفاليو بتاعته ايه؟ الزيرو في اي مكان الفاليو بتاعته الزيرو. طيب نيجي نشوف ال1 ده في انهي بليس؟ نفس البليس ده اللي اسمه thousands. طيب الفاليو بتاعت ال1 هتبقى 1 زي الزيرو؟ لا، هي قاعد في اني بليس؟ موجود في بليس اسمه thousands، يبقى الفاليو 1000. وهنا ال9 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 9000، وموجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ thousands برضه. طيب البليس ده اسمه ايه؟ اسمه hundreds. واتفقنا ان الزيرو في اي بليس الفاليو بتاعته تفضل زيرو. يلا مع بعضينا يا حبايبي نشوف another exercise. بيقول لي rearrange the digits to get the greatest and the least number. الاكسرسايز ده مهم جدا وبيجي لك كتير، لازم تعرف ازاي تعمل arrange. احنا اتفقنا لما بنكون ال greatest number بنحط ال largest digit على الايه؟ على left. انا عايز اكون ال greatest يبقى نحط ال 8 على الموست ايه؟ على الموست left. مين اللي بعديه؟ انا خدت ال8 خلاص، مين اللي بعديه؟ اخد ال7. وبعد كده ناخد مين؟ ناخد ال6.
بعد كده ناخد مين؟ ناخد ال 3. وبعد كده ناخد مين؟ ناخد ال 2. وطالما ما فيهاش زيروز وعايز اجيب الليست اقلب ده على طول، يعني نعكس الترتيب، نخلي ال 2 هنا 3 6 7 اند ايه اند ايه. وقلنا الفكره بتاعتنا احنا بنكون الجريتست، اخلي الديجيت الكبير قاعد في البليس الكبير عشان تبقى الفاليو بتاعته كبيره قوي. طب يلا هنا مين اكبر ديجيت؟ اللي هو ال 8، نحطه ايه؟ نحطه هنا على الموست ليفت، على اقصى اليسار. مين بعد كده اللارجست ديجيت؟ يبقى ال 6، نحط ال 6. وبعد كده ناخد مين؟ ناخد ال 4. وبعد كده ناخد مين؟ ناخد ال 3. وبعد كده ال 2، وبعد كده الايه؟ ال 1. طيب عايزين نكتب الليست نعكسه، يبقى 1 2 3 4 6 اند 8. يلا هنا مين الجريتست؟ از 9، يبقى نحط ال 9 الاول. مين اللي بعديها؟ ال 7. واللي بعد كده ال 2 زين 1 زين 0. ناخد بالنا قوي بقى هنا لما بنيجي نعمل الليست او نكون الليست نمبر او السمولست نمبر، وعندي هنا الزيرو موجود، الزيرو ما ينفعش خالص احطه فين؟ في الاول. اما بنحطه فين؟ في السكند بليس من الليفت. وبعد كده اعمل ايه؟ اللي بعديه ده هو اللي يجي ايه؟ يجي الاول. نعكس دول مكان بعض وبعد كده ارجع اكتب دول. يبقى انا عندي هنا ال 2 7 اند ايه؟ اند 9. يلا هنا اكبر حاجه عندي ال 6 زين 5 زين 3 زين 2 1 اند 0. يلا بقى نعكسهم، هنعكس دول مكان بعض الاول. يبقى نحط ال 1 الاول وبعد كده ال 0 وبعد كده 2 3 5 اند ايه اند 6. يبقى دايما الليست نمبر ما ينفعش يبدا بالزيرو، الزيرو بيتكتب فين؟ في السكند بليس فروم ذا ليفت. طيب نيجي هنا الجريتر ديجيت از 8 زين 7 زين 4. عندي 2 زيروز يتحطوا ورا بعض. طيب هنعمل هنا ايه؟ نفس الكلام، ما ينفعش احط ال 2 زيروز الاول خالص. يبقى نحط ال 4 وبعد كده احط ال 2 زيروز وبعد كده نحط ال 7 زين الايه؟ زين ال 8. طب يلا هنا ال 9، بعد ال 9 ناخد مين؟ ال 7. بعد ال 7 ناخد ال 5. بعد كده ناخد ال 3 1 زين 0. لما نيجي نكتبهم ينفع نكتب الزيرو الاول؟ لا، نعكسهم مكان بعض. يبقى ال 1 زين 0 بعد كده 3 5 7 اند 9. يلا اللي بعد كده مسائل الكومبير. كومبير رايت جريتر ذان سمولر ذان اور ايكوال. لما بنيجي نعمل كومبير بنعمل ايه؟ لو انا عندي الديجيتس اكبر من الديجيتس يبقى على طول النمبر اللي فيه ديجيتس اكتر ده جريتر على طول وانا مغمض. طب لو ما كانوش مختلفين في الديجيتس ناخد كل بليس نعمل له مقارنه مع البليس اللي قدامه ونشوف مين الديجيت اللي قاعد فيه. لو الديجيت اللي قاعد فيه كبير يبقى النمبر كبير. طب لو قد بعض نخش على الديجيتس اللي بعديهم. يعني يلا نشوف دي. انا عندي هنا نمبر وعندي نمبر، هما الاثنين كام ديجيتس؟ 5 ديجيتس. يبقى اروح على اكبر بليس هنا واروح على اكبر بليس هنا. ده موجود في مين؟ 4. وده موجود في مين؟ 4. يبقى احنا كده عرفنا نحدد مين الكبير؟ لا ما عرفناش. امال نعمل ايه؟ نخش على البليس اللي جنبه. البليس اللي جنبه هنا في ايه؟ في 8. طب هنا في ايه؟ في 9. يبقى ال 9 هنا اكبر من ال 8. يبقى البليس ده موجود فيه ديجيت اكبر من ده، يبقى على طول النمبر ده از جريتر. وعشان جريتر نحطه قدامه البق المفتوح، نخلي فتحه البق كده قدامه. طب يلا هنا 6 ديجيتس 6 ديجيتس. ال 3 في البليس ده قدامها 3 قد بعض، ال 2 قدامها ال 2، ال 2 قدامها ال 2، لحد هنا ما عرفتش مين الكبير. نيجي نبص هنا نلاقي هنا في 6 وهنا في ايه؟ وهنا في 4، يبقى على طول ده الجريتر. طيب يلا هنا ال 5 قدام ال 5 وال 2 قدام ال 2 وال 6 قدام ال 6 وال 5 هنا قدام ال 5 هنا، لحد هنا ما عرفتش مين الكبير. نيجي نبص هنا نلاقي ايه؟ نلاقي 4. وهنا نلاقي ايه؟ نلاقي 5، يبقى هو ده الجريتر. يلا هنا 6 ديجيتس 6 ديجيتس، ال 1 زي ال 1، 7 زي ال 7، ال 5 زي ال 5. لحد هنا انا مش عارف اقول مين الكبير. نيجي نبص على البليس ده بقى نلاقي فيه 3، والبليس اللي زيه الناحيه الثانيه فيه 2، يبقى على طول ده الجريتر. نبص هنا 6 ديجيتس هنا 5 ديجيتس، على طول وانا مغمض اللي فيه 6 ديجيتس از جريتر. هنا 5 ديجيتس 5 ديجيتس، 5 قدامها 5، 0 قدامها 0،
ال 3 قدامها هنا ايه 4، اه يبقى ده الجريتر على طول عشان 4 هنا اكبر من ال 3. طب يلا هنا، هنا ستاندرد فورم وهنا مكتوب لي وورد، لا نترجم 150 هندردز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني 150 جروبز من الايه؟ من الهندردز. واتفقنا نفك ده ازاي؟ طالما قال لي هندردز يبقى نحط 2 زيروز، يبقى دي اكنها 150 ونزود 2 ايه؟ 2 زيروز. يلا نعمل كومبير يلاقي ان ده زي ده بالظبط، يبقى ايه؟ يبقى ايكوال. طيب ينفع نعمل كومبير كده؟ لا لازم نفكها. 7500 هندردز، هندردز يعني ايه؟ نحط 2 زيروز ونكتب النمبر الاصلي، يبقى هو ده النمبر بتاعنا. هنا 750,000، يبقى 750 ونزود جنبيها ايه 3 زيروز. نيجي نبص عليهم هما الاثنين زي بعض بالظبط. هنا 100,000 اهو، ادي ال 100,000 دول 6 ديجيتس وده 5 ديجيتس، يبقى على طول ال 6 ديجيتس اكبر. هنا 301,000 ادي 301,013، يبقى نحط كوما ونكتب 13. طب والبليس ده نحط فيه زيرو. نيجي نبص هنا زي هنا بالظبط، يبقى ايكوال. يلا نشوف دي ستاندرد فورم واكسباندد فورم. الاكسباندد فورم من ايه؟ نحولها لستاندرد فورم. ال 6 يونتس هم عندي، تنس عندي هندردز مفيش، يبقى نحط 0 0. عندي 5000، عندي 70,000، عندي 200. نيجي نبص هنا ادي 2 زي 2، 7 7 5 5، هنا في 6، هنا في ايه 0، وده الايه ده الجريتر. يجي بعد كده بيقول لي التشالنج، بيقول لي رايت ا نمبر ويتش از جريتر ذان ذا اند هافينج ذا ديجيتس 1 2 0 9 8 9 3. انا عايز واحد جريتر ذان ده وهافينج الديجيتس دي. طب اول حاجه اعملها ايه؟ ناخد ال 9 نحطه في الليفت، يبقى اخلي ال 9 في الليفت، وبعد كده اعمل مين؟ ناخد ال 3، وبعد كده ناخد الايه؟ ناخد ال 2، وبعد كده ناخد مين؟ ناخد ال 1، زين ايه؟ زين 0. يعني اكنه بيقول لك كون لي جريتست نمبر من مين؟ من ده. تعالوا مع بعضين يا حبايبي نشوف مسائل الارينج. بيقول لي رايت ذا نمبر ان اوردر فروم الليست تو الجريتست، يعني نحط الصغير على الموست ليفت والكبير على الموست رايت. طيب مين اصغر واحد عندي هنا؟ نبص بعينينا نلاقي عندي 4 ديجيتس نمبر، اللي هو ايه؟ اللي هو ده، يبقى على طول لازم يكون اصغر واحد، يبقى 9 3 7 2. مين اللي بعده؟ ده 5 ديجيتس وده 6 ديجيتس وده 5 ديجيتس، يبقى اكيد ده اكبر واحد، يبقى نحطه فين؟ نحطه في الاخر. وبعد كده نعمل كومبير بتوين ده اند ده. ده اول بليس فيه كام؟ فيه 1، هنا فيه كام؟ فيه 9، يبقى اكيد ده is smaller than ايه؟ than ده، يبقى نكتب ده الاول، يبقى 11 وهنا اللي بعد كده. مين اصغر واحد في الديجيتس؟ ده في 5 ديجيتس وده في 5 ايه ديجيتس، يبقى نعمل ما بينهم كومبير. هنا في 2 هنا في 2، هنا في 7 هنا في 7، هنا في 6 هنا في 2، يبقى ده is smaller than ايه؟ than ده، يبقى نكتب ده في الاول. وبعد كده نكتب ده. تعال نشوف ده وده، ده 6 ديجيتس وده 6 ديجيتس، يبقى ناخدهم واحد واحد، ديجيت ديجيت. هنا 1 قدامه 1، هنا 2 قدامه ايه؟ 5، لا يبقى ده اكبر وده الاصغر، يبقى ناخد ده الاول. وبعد كده نكتب ده. يلا هنا مين اقل نمبر عندي في الديجيتس؟ ده في 4، يبقى نكتبهم هنا، يبقى ده اقل واحد. هل بعد كده في حاجه ثانيه؟ اه ده 5 ديجيتس وده 5 ديجيتس وده 6 وده 6، يبقى ناخد الاثنين دول الاول نعمل بينهم كومبير. 8 8 3 3 9 9 8 8، هنا في 7 هنا في 6، يبقى ده سمولر ذان ده، يبقى نكتب ده الاول. يبقى احنا بنكتب بالترتيب الصغير الاول، خدنا ده نكتب ده بعديه. بعد كده ناخد الاثنين دول، هنا 8 قدامها 8، 3 قدامها 3، 3 قدامها 3، هنا 3 قدامها 4، وده اصغر،
يلا هنا في عندي ديجيتس قليله، ده في 5 ديجيتس وده في 5 ديجيتس. لما نيجي نعمل كومبير مين الاقل 93 ولا 96؟ لا 93، يبقى نكتب 93 259، واللي بعديه يبقى ده 96 548 47. يلا نقارن، دول كلهم زي بعض في الديجيتس. طيب 999 هنا 6 هنا 3 هنا 6، يبقى ده الاصغر، يبقى نكتب ده على طول الاول 932 599. طبعا 1000 932 599. بعد كده ناخد ده وده، هنا 55 هنا 8 هنا 4، يبقى ده السمولر، يبقى 965 478 78، وهنا 965 858 52. يلا اللي بعديها، في عندي ديجيتس قليله، ده يبقى ده اصغر واحد 4720. بعد كده عندي هنا 5 ديجيتس و 5 ديجيتس، هنا 24500 24200، يبقى ده الاصغر 24270. طيب وبعد كده نكتب ده، يبقى معايا مين ده ومين وده، يلا نقارن ما بينهم. 7 قدامها 7، 2 قدامها 2، 4 قدامها 4، 0 وهنا 1، يبقى ده ايه؟ ده السمولر، يبقى 724072. ونكتب ده في الاخر. يلا نشوف اللي بعد كده، هنعمل نفس الكلام اللي فات بس هنعمل اوردر فروم جريتست. طالما الجريتست يبقى ايه؟ الكبير هنا. طب مين النمبر الكبير اللي فيه ديجيتس كتيره؟ هل في عندي هنا في ديجيتس كتيره؟ اللي هو ده، يبقى نكتبه الاول 103002. طب مين اقل واحد في الديجيتس ده؟ يبقى ده اكيد يبقى اخر واحد 3201. ونعمل مقارنه بين الاثنين دول، مين الكبير 23 ولا 21؟ لا 23001 اكبر من 21300. يلا هنا مين اكبر واحد فيهم في الديجيتس ده؟ يبقى 101559. خلاص خدنا ده، نقارن ما بين دول، هنا في 1 هنا في 5 هنا في 2، يبقى اكيد اللي فيه 5 اكبر، يجي بعديه اللي فيه 2، يجي بعديه اخر واحد ده. يلا هنا يا اولاد، مين اكبر واحد في الديجيتس ده وده وده؟ يبقى نقارن ما بين اول ديجيت فيهم على الليفت، هنا في 6 هنا في 6 هنا في 7، يبقى ده اكبر واحد، نكتبه اول واحد. مين اللي بعديه؟ نشوف ده ونشوف ده، 6 قدامها 6، 3 هنا 1، يبقى ده الاكبر. بعد كده نكتب مين؟ نكتب ده. خلاص خدنا ده وخدنا ده وخدنا ده، عندي ده وعندي ده، ده 81 ده 38، يبقى نكتب على طول 81236 وده 38478. نيجي اللي بعد كده، مين اكبر ديجيتس فيهم؟ عندي ده وعندي ده، في 6 ديجيتس، يبقى نقارن ما بينهم، 9 قدامها 9، 1 قدامها 1، 4 قدامها 4، هنا 2 قدامها 2، 3 قدامها 3، هنا في 1 هنا في ايه؟ في زيرو. يعني لحد هنا ما كنتش عارف اقارن، اول اختلاف حصل هنا، يبقى ساعه الاختلاف ما يحصل اعرف اقارن ما بينهم على طول. يبقى هنا ده الاول، وبعدين نكتب مين؟ نكتب ده. خلاص يبقى انا خدت الاثنين دول. نشوف بقى دول، عندي هنا 5 ديجيتس 5 ديجيتس، هنا 1 قدامها 1، 2 قدامها 2، 6 قدامها 6، 0 قدامها 0، لحد هنا مفيش اختلاف. أول اختلاف ظهر فين؟ ظهر هنا وظهر هنا. مين الكبير؟ ده الكبير، يبقى كل النمبر ده الكبير. ونكتب هنا 12605، وده طبعًا ده آخر إيه؟ ده آخر واحد. وبكده حبايبي يبقى خلصنا الليسون اللي كان بيتكلم عن البليس اللي اسمه 10000، والبليس اللي جنبه على الليفت اللي اسمه 100000.
البليسز دي بتدي فاليوز كبيره. اكبر فاليو بيديها انهي بليس؟ البليس اللي اسمه 100,000. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وان شاء الله تبقوا من الشطار والاوائل.